اخبار اليوم. مدام رجاء جداوي، بنرحب بيكي في محافظة الإسكندرية وعروس البحر الأبيض المتوسط. من داخل حفل الأكاديمية العربية، كان في حفل مشروع تخرج حضرتك حضرتيه، إيه رأيك في الشباب الجديد؟ بحلم إني أشوف كل شباب مصر زي الشباب اللي شفتهم النهاردة. شباب عنده هدف بيسعى وبيشتغل عشان يحققه. شفت رجال أعمال عاملين رصدين مبالغ عشان يساعدوا الأولاد دول. مش مهم بقى المبلغ قد ما مهم الشغل اللي هيجي والأحلام اللي عندهم والمشاريع اللي في رأسهم اللي عايزة تتحقق. لو كل رجال الأعمال عملوا كده يا سلام، مش هنلاقي شاب عاطل أبدا. بس يا ريت كل ولادنا يفكروا بالأسلوب ده. يعني أنا عايز أقول إن إحنا عندنا طاقات كبيرة قوي 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 قوي، ولكن الولاد يمكن محتاجين توجيه. أنا كان نفسي ولاد كتير، شباب كتير من ولادنا يجوا يتفرجوا على الحفلة دي النهاردة، لأنه مثل يقتدى به، مثل حلو قوي قوي للشباب، الشباب الفعال اللي الواحد بيتمنى نشوف ولاده كلهم كده. طبعا واضح إن الكلية الأكاديمية البحرية بتربي الولاد كويس قوي قوي، بس بقول برضو بشكر كل أم وكل أب عرفوا يربوا كويس وعرفوا يوجهوا أولادهم وادوهم الدافع إن هم يوصلوا لهم فيه ده. منتظرين السنة دي إيه في رمضان؟ يوميات زوجة مفروسة قوي، دليل البحيري، سمير غانم وأنا وخالد سرحان ومجموعة كبيرة تانية، وعندي لما تعمل ساب شوقية، مي كساب ونضال وأنعام ساب. حضرتك تلعب نفس الدور في تامر ساب شوقية؟ لازم، أنا أم تامر، ولو أنا تامر طفش لكن أنا أم إن شاء الله. تمام. ويوميات زوجة مفروسة إيه الدور؟ أنا رجاء الجداوي ومرات سمير غانم باسمه. إحنا جيران داليا اللي دايما بتيجي تنفجر عندنا وتحكي حكايتها، فبنديها نصايح تودي في داهيه. يعني كل نصايحنا ضيعتها تماما. يعني فالمسلسل الكوميدي مكتوب حلو قوي قوي. امال درغام كست حاسه بالستات المفروسه، فكانت كويس قوي قوي قوي. ان شاء الله يعجبكم باذن الله.